قلعه عندنا 46 شركه بيشتغل فيهم 17600 واحد، ولان التشغيل دلوقتي هو العامل الاهم علشان نعدي، احنا في القلعه عملنا تعهد ان مفيش فرد من ال 17600 هيفقد وظيفته، واننا هنكمل في كل برامج استثماراتنا الحاليه طبعا مع اخذ احتياطيات السلامه لصحه كل الناس. وبرضه هنحاول نعمل 4 مشاريع جديده توظف حوالي 2000 عامل اضافي. مصر زي العالم كله بتتعرض لظرف صعب بسبب الكورونا، والعالم هيتغير في تصنيعه وزراعته وتكنولوجيته وتجارته وابحاثه العلميه واولويات صرفه، وده زي ما سبب مخاطر كبيره اليوم هيؤدي الى فرص كبيره في المستقبل. لو حطينا ايدينا في ايدين بعض هنروح في حته احسن مع بعض. مصر باراده كل ابنائها.